يعني نمن باجرا نمن كوغو عان صن لغاية أبو يعني لا يدهد لك تريسكي سوى حد يستوى يدهد أن ننكم إذا مثلا أدين سوى قبانو جاري فول أوكالي جاري فول ويل نكا لا يدهد سوي جيمي سوي غارت أوكالي قال هذا سوى قالي لحلحية 8 مليون بيكو تلمامان لك تريسكي سي دايان عدة دعوات مرأي كم إذا وحي ليهين مؤسسات آدو بلادن هل كان إنك أسولية دينا أما أسوليين تددك الله نسبة عالم الإسلامي أفكر الله يميل والبلو ديدو كن تي في إذا عد بيلهي أصولية ده مريكمكم أصولية ده بروتستان كاهي كن تي في إذا عد أي لهي إنه كل قدو خاصة حد باني تشوغان يعني أي تلماما يان كم يسوي قرتو حلي إلهي بوح مريكمو بركي تاجر ده ويهود تاجر يعني بركة ده هو هيستبو لي مريكم وحكد على تيكن جاري كان تلماما يو جاري فولويل سنو حلي هيبا يهود ما تاجرنا مصلحه وحنا تاجرنا الهي سود امات كيسين نسود دجنه انا واحد مسلم قال الله اني واحد ويان اله الرومسنا عيسى ابو لي من ما يهدن يهود ما شاء الله سنين مركا الهي سو هره او سو نقضه ان هره لو غيه نمن كان ماش ان انا واحد لين مخو عداله سمين واي 80 مليون بي كو ددو يين با لا يراها نمن كان يتباع دوت ده فرو ما جيده ان كو ورما لكن وحن با تلمام يا نبوءات كاس دد بدنين يدلي شدان وحكى لو جرى وحي يقانين الدراسات العلميه مانت قضايا الاستراتيجيه دوني ده مركه للدراسين ايو اسلوب لما راه جرى وحكى لو دراسيه اساليب تحصيل لما راه وحي تلمامش كو ان تاريخ سي وانا اكسن لو دراسيه قارهان يعني ووحنا يجو بحيان فلسفة التاريخ اما عالم كي مسلم كي وفني كان كو عام بحي ووحو بحيان محي ان تاريخ العمران يعني نكي لو نجري ابن خلدون مقدمه دي سي عان كاهي ووحيابو كا ورمي وقد يضع ان لدراسيه سنن كالهي ودنيدان دغاي محي دولته هو دسمان محي او بربران مجتمعات كوي مستقبل لمركا لدراسيه اودودا دقنكودا دقالهودا ددنمدودا مستقبل كوي با لو رجينيا يدو لغا تصاله قادن يا تجاربتي هوري بني ادمك وأركتي داي كوسيليسين حتى فلسفات كان الرومايسنايين ماركس أوكالي يو فلسفات كي كدن بيا للرومايسنا إلا يا لغا سو غادو توين بيو دي لورين شريم وزارة المستعمرات كإنجليز كو هان شري لا تاليها ولا كتاب كدن معروف كمختصر دراسة التاريخ ليلة هذا وكاكو الرمايو حضارات يهري الدمي دمي يا سبابا هي الدمين وحيابات انا بوات كي سواحا كم دين ولا حضارات الرير قلبنا وي دمي دونتا وحيابو كو علينا يني دومي دونتا وحكم إذا خمرغا وحكم إذا فواحشتا وحكم إذا أخلاق دا الدونتي وتوين بينك عين كلا وانين قالة وان يدومي ينبولي هذا ندنك كلامك كو الرمي مسلمين تاو حكو تلماما يا وحا صورتا قلبو لي مسلم كو ينضبو صوتو سكرو وما دام يدوني دا مر قبتين وحا معقول ابو لي مر لبادنا إني قبتان إلهي سيو حنك الرجينا إنا نيدعن بيولي وتوين بوركيسي إلهي وحن كرجين يا أبو ليه إن أنا يدعين على كل حال وحن وجه داون تاريخ ده أنت اللي دراسية وحبدا ولا قد حد دراسين كرا نلاش شو سدي وكانس واللي بعدين يكون دري قضية ده مرك دراسين يعني مثلا وحن الدراسية مستقبل كم احتمالات صور تجلا محا دعي كرا وحلقة يا بينا وحاسة دعوة وحلقة يا بينا كاسة دعوة وحلقة يا بينا كاسة دعوة وحلقة يا بينا كاسة دعوة مثلاً وحلقة يا بينا ليدا ضو أفر شيء من بامد السورة قلي أفر الشيء مرك الله قيمة وحلقة يا كيف الدنيا وجوشرته مت كم إذا لقاطين الدنيا وجوشره صدق ذاك لا سيد أنا يودع إلى هين مرك الدولة دوين التخطيط كذا دكته أفر تي احتمال اللي يدا أفر تاون بسورة قلا هداي مد الدعوة كوا كلا سيد أنا يودع إلى هين وين لا يسكت ضيا تصالي يا كوكوبان باردسين دونا اثلا وحي كنت الماما مستقبل كان دوني دياهو قامين دونا بيدا دي فكاسا وحي دادا وحا لغي يابا يوروب يا مرايك رولا اسكدر ننك عادو نادو اسكدر لا دا كوحا كوحون وحي كلاو يدا وحا كلاو صورتا قلا تشاينا ايا وحا عقا قوتا وحا كلاو صورتا قلا بيدا هذا المسلمين تا ايا وحا عقا قوتا افرتا كوحود بيدا هذا عيدون با صورتا قلا ينا يسوا بحضور مرهاسي وحي تلماما احتمال كمسلمين تيونو تربدني هنا يصابحا لكن وين تخطيط كعالمي وكتشرا مركاسي كاسي سان وصابح لهين وين يبلسي يا بلانسك الدولة دار رقل بيضر وين يكمي تاي اذا
waxyaabaha inta badan aad aragtaan qadiyad kasto muslimiintu leedahay dib baa loo dhigaa meel kasto muslimiinta lagu leenayo waa la dhiri galiya ama isha laga laabta wax kasto oo carqalad muslimiinta ku keenaya waa la tiro badiya Bosnia Kashmir wax badan baa maqashay kullu dalik waa falsafa waadixa ah ihtimal kan dib loo dhigo ala kulli hal waxa leenaa waa wax suurta gala mas'aladan laakiin waxa idaadaan waxa ka asala iyada in taariikhda hore la daraaseeyo waayo وسنن كي كوني قها إيه إلهي بقرآن كوت المام يفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين دول كم مرة بالليدي ودبتنا إياك عدبتي كوي مجرمين تاسي وكاتي إذن فاعتبروا يا أولي الأبصار بين إلهين إلي تاريخ دين للدراسة يا تاريخ دو اللاب كامو ماشي بن آدم كتجاربتي سلوغو بسلايو تاريخ دين سفي عن له الدراسة إيو ودبتنا مستقبل كإيادة وحلقة قاطة وقد يد معروفة بين لأنه إنه هذيك سندونا هدي الله إله سبحانه وتعالى قضية صدحات إلا مرايضنا وحوية يعني وحيا ما مسادرت له هذيك سنة مستقبل كده نصوص اللي وحي أيا كم ده الكتاب والسنة وحبا دم بيكور رمينا مستقبل كده دعي دونا وح وقت جي نبي قد دعي وح دعي دونا ومثلا ده نصوص القرآن كي وحي تلمامسا فتنين دعي دونا أشراط صاعة بيت الماميا سنة يا حديث مركا الله سكدره وحي تلمامي أن مسيح الدجال إنه إيمان دونا وحي تلمامي أن عيسى بن مريم إنه إيمان دونا وحي تلمامي أن أمد المسلمين تين إفترا خد عدونا وحي تلمامي يعني وحي أبت رب ذنب إن نصوص تكور رمي سوى مستقبل كدع عدونا إيدا نوينو أديك سندونا دي الله إلا هذا وحي أبها مسألة دي أن تنخص أبسيسا إن نصوص تكتاب كي يسنة دوا يسمى تلمامي وحن شعلي مركاسي مركان لأن مستقبل بانك ورمينا خريك ورمي مينو kana warramayno waxaan jirin ka warramayno waxaan jecelahay waxaan jecelahay waa gaar waxaan isku dayaynaa inaan ka warano waxaynu islaanahay aqoon bay ku beeskareysantay sida awgeed muslimiinta markaad maanta eegto haddaad mustaqbal rabto inaad eegto waa laabud inaad dib eegto inaad eegto wadciga adimka nooshay xaadirka inaad fahamtid حاضر كانت فهمت النوام حي وقتك هذا اللي تشوفه ومريه كذا شيء وحي شلي تجي وحي تجي مريه كذا شيء ويا وحي مك تشوفه إذا وحي نوبة هن تاريخ دين إنه إن يردبوا ملع سنة عالم كورنتين بدن بيش بدبدله ما أنت مسلمين تو مستضعفين دول بدن الدنيا كم دوا الله ينيا واركس أنا عالم الإسلام يسوع مستضعف كوي سيد اللوجو ميستي waa muuqata kristanku wuxuu doonaa inuu maanta isku dayo inuu sameyn karo maca kulli dalik waxaanu leenahay mustaqbal weyn baa islaamka u soo socda mutafaa'il qudhamayhi iyadoo aan leeyahay sharcigu wuxuu banayn inuu mutafaa'il ahaano laakiin waxaanu isku dayna inuu xaqaaiq tilmaamno awalan waxaanu leenahay taariikhda مسلمين تصامرتي وقت اي عزة لها ايام ويصامرت بل وقت يا صامري سوصان نقلني مثلا الاستاذ محمد قطب وكتل ماميو ان يدعي شرتي ان حتى قال دو مركي مضح دنين مضح بغرطو يا مركي مال لغا دوراني ان لدورن شرين الا يين لأوغا دا السلطان كمسلمين تيون الرالي كي يهيمو يعني ما انت محالا يا لا هدين نين لدوراني عالم اسلامي bal washington waxay ka qabtaa la eega how he looks siduu uga eegayo xagga nin reer galbeedku aqbali karaan mayay nin caynkaasi mayay haddii ay arkaan dadku inaan reer galbeedku hore u aqbalaynin ninka yacni janiskiisa uu liita inuu soo baxo madax noqdo waqta caalam alislaami soo maray baa laleeyay aanan la dooran jirin madaxda gaalada ilaa iyo la eego salaatiinta muslimiintu bal ninkan sida ay u qiimeynayaan mooyaane laakiin taariikhdii way isbedeshay ويس بده شو حد بيقعد حديث الثوبان ما انت وياه له لو نبي كنت المامة يعني وحن نقن دونتان وقتي ليدن كلا بابا او دبيتنا مركا إذا هذين ما يران با سيدا انو لو قل يانا ونبي كنت المامة ما يريدين وحاتي ان غثاء انك غثاء السيل داد حورتا او كلا اياتي يعني وحن وزن يقيمة طونا كل هين بين ادم كاكتس اياتي بلغة المامة اسباب تنو شاقي نبي عليه الصلاة والسلام داوة نوا شاقي ugu horeyn waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wixii hore u dhacay inay mar dambena dhici karaan
نصوص بان قرآن الله كسوغي سبحانه وتعالى. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أما الله سبحانه وتعالى وحت المامي، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. سلامكم برنا متر ترميو إلى أي أي قاعدة قيام الصاعة مركي لو تلقى لي مهيان ومضة قاعدة شرطة أورانيسة تمرض ولا تموت ويبكوتا فترة يحنو سنة سوي صامرتا لكن ما دمتو وما دمتا معها ما دام انه قضايا كانت الماما انه وحان شعلين ان ادو صوكوبا وانا ندكو بذن هذا وحلينا وضعي قواء كما ورمى يو تي في يدي يجريت يو حد يستان بايدون كفلان يعني مسكح دي نبوه بروغرامد already sidoo weeg yahay waa ogtiin waxa isku dayaya waliba inaan idin ku daro taqriiraadka sunnada iyo kitaabku ay tilmaamayaan ee qadaayaadkan dadka badiya is ku sii ridi kara gaal wuxuu badayay maanta koow waanu dagaal cad baan ku jiraa laba waxaana ilaahay tilmaamay inaanu mowqifkiisa isagu iska bedelaynin ma yawaddu alladheena kafaru min ahli alkitabi wala almushrikeen أن ينزل عليكم من خير من ربكم موقفك الرسمي يوحي أدغو ضعيفة إساغو حوق بضن إيا إساغان ولبقون نحين ربنا إنا دو حشو وإلهي با قرآن كوحي خيرنا حشان بمرهبا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم كو وموقف رسمية موقف كاسم مادتك يهرون بكو وجهنا مايا وموقف مستمر يسبدلين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إليه حليه كمزو ليا مجفو جينيان إنا إذن لدرران إلا إني ديتا إذا كساران بوياني تاسنا ومعركة شوكتو أن اسبد اللهين ود الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة إنكو عربتران وقوان إلهي بوحلي وحي الربان إنا هبكي إنا يرهي المامتان يا ألابتي إنا يدنتي إنا كيري جيستان دبتنا أي نوكاوت إذن كسميان ضربة غاضية أي إذن كدميان إلهي بوحلي وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة هذين كحوق بطاننا مر نبا إدين حماية بلن يا عهدي يا وحبا إدين إلال مايا تاريخ دن دويد أود النولا إدين بانك ودارك سام سائل كاس أهلين مع كل ذلك وحاصر دن أوتشرة مستقبل أدوين باو صعد مسلمين تا وأنا وقتي كالقورة صعانية حقه أي نوطيرين قضية دطن وحل أن وحي مر دعي تاريخ مر لبادنا دعان هرطة وحدك ماها وحي مر دعي إني مر لباد دعان وحدك ماها سيدا أوجد ومدا وحي مركي هرصة صاري كو وحل أن الهداية وآها الكتاب والسنة ومحفوظة ويالي إلهي باو بلان قادين قوة ويلالين أيه ومام كي هرى وحي وترتر من بين لأن وحان محفوظ نقنين وحي أي نقنيين يمرجع كل أبميين ضد كان مسلمين تا إلهي سبحانه وتعالى وحي أدوري مرجع يكون نقنيين ما دام مرجع أدوري يهي فحين لأن آد بي أفض الضهين يمر لبات صور نقضاء ومدى السلامي جاي. وحين لأن وحيابات الماما يني صور نقنيين وحكم ده وحلقة الماما يا اسلام اسقوا وضعكم كنول وان عيد دبدا كودين وعيد درسان وبدن يعني جيرين اي هدان waxaa la leeyahay iyadoo dunidu diimaayso hayso wa diinta ugu faaf badan le maanta wa diinta ugu faaf badan le marayn ka arkaysan waxay ku tilmaamayna expertscode sanad kasta 25 kun ba islaama dabeetana waxaa la isku haystaa muslimiinta iyagu mustalaha loo bixinayo
iyana converts bay yidhaahdaan, qolada muslimiintuna reverse bay yidhaahdaan. iyagu waxay yidhaahdaan intaasaa diintooda bedasho islaam qaata, muslimiintuna waxay yidhaahdaan intaasaa islaamnimada usoo noqotay ila dadku islaamnimo ku dhashay. markii horey lunsanay waa la soo celiyay un mujarad waa diin soconaysa. waxyaabaa tilmaamaya inaanay mujtamackani ama islaamkani marna dhimanayni waxaa ka mid ah ataa'ifa almansuura, koox buu nebigu sheegay mar kasta joogaysa ummadda muslimiinta qudwa u ahaanaysa oo uu leeyahay ilaa qiyaami saaca suuli maayaan koox xaqa ku sugan. mar haddii lahayo koox xaqa ku sugan waa tusaale xayiyo lahayo. waxyaabaa tilmaamaya in ummaddani soo noqonaysa waxaa ka mid a bacti alxarakaati alislaamiya, fufkan dambe islaamka soo galay iyo noloshan dambe oo macnaheedu yahay waxaa batay noolayntii sunnada, waxaa batay wadciga kan geeridii bidcada. kullamaa bidcada geerideedu ay sii badato, sunnada noolaynteedu ay soo badatana, waa kullamaa mustaqbalkani uu soo socdo soo dhowaanayo. cagsiguna waa sida kale un dad aragto dadka muslimiinta oo kitaab iyo sunna dib ugu noqonaya, dadka muslimiinta oo bidca iskaga tegaya, dadka muslimiinta oo caqiidadooda ay soo saafi garoobayso, dadka muslimiinta oo cibaadadooda ay soo saxmayso, dadka muslimiinta oo inta ay u noqdaan kitaab iyo sunna ay ka badantahay intay markii hore u noqonayeen, dadka muslimiinta oo noocan u soo socda, macnaheedu waxa weeyaan mustaqbal aada u fiican baa soo socda. kullamaa ay badata bayn leenahay tacriyatu ljaahiliya, dadka muslimiinta inuu gaalka fahmo iyo wuxuu yihi shalay dad badan baa maraykanka u riyaaqsanaa. maanta waxaad moodaa caalam alislaami in badan oo ka midi inay xaqiiqadiisa soo arkayaan, inkastoo weli ay nool yihiin qaar leh afghanistan iyo maraykan mid loo hiliyaba la garan maayo iyana way joogaan. laakiin waxaan leenahay waxaa badan kooxda taageersan ee markasta arkaysa alwalaa waalbaraa gaal iyo muslim, ilaahay baa qur-aanku sheegay cidda la raacayo, ma aha masalo muranba gasha, waa masalo diin iyo diin la-aan u dhaxaysa. idan waxay leenahay mar kasta uu qaawismo gaalnimadu ay qaawisanto waa mar kastoo dadku uu islaamnimadiisa sidii u fahmaya ay soo dheeraysay. waxaan leenahay waxyaabaa tilmaamaya mustaqbal fiican inuu soo socdo waxaa ka mid ah kullamaa ibtilaa'aadku bataan, waayo ummadaan la itixaamin meel ma gaadho. walidaalik baa ilaahay subxaanah wa tacaala nebi ibraahim markuu imaamka ka dhigayey waxaa ilaahay leeyay waid ibtalaa ibraahima rabbuh bikalimaatin faatamahun qaala inii jaaciluka linnaasi imaama, waa la itixaama. imtixaan markuu ka soo gudbay kadib ayaa ilaahay yidhi inii jaaciluka linnaasi imaama, ummadda imaam baan kaaga dhigaya. waa kuwii weydiinayay imaami shaafici raximahullah ayaa waxay yidhaahdeen dadka in la itixaamo iyaba yidhaahdeen oo la ibtileeyo iyo inaan iyadoon la ibtileynin unay guusha helaan iyo ma fiican bay ku yidhaahdeen. dee maba jirta buu yidhi cidaan la itixaamin wax ma hesho, yani intan kale ay sheegaysaan iyadu meesha ma taalla buu tilmaamayay. idan kullamaa ibtilaa'aadku ay soo bataan, ibtilaa'aadku muslimiinta waxay u geysteen ma jiro, waa jiraa muslim badan oo dhimanaya, waa jiraa muslim badan oo dhibi soo gaadhaysa, laakiin maca daalik waxa ka badan inta baraarugaysa, waxa ka badan inta xaqa usoo noqonaysa, waxa ka badan inta gaalada wejigeedii rasmiga ahaa arka iyo gaalnimaday ku sugantahay cad arkaysa. idan ibtilaa'aadku waxaan leenahay waa sima tilmaamaysa inay guushu soo dhowday ama muslimiinta ay hore u socdaan. waxaan leenahay waxaa muuqda kullamaa ibtilaa'aadku ay yimaadaanna ahlu safwa ayaa kobca, ama safwati lumma qiyaadaadka iyo ummadda dadka hogaamiyaa waxay ka soo dhex baxaan mashkilaadka. dhereg laguma soo baxo ummad dheregtoo seexata, bal ee dheregta waxaa ka yimaada inta badani waa maxay? waxaa ka yimaada lumitaanka. ilaahay qur-aanka markuu tilmaamayo mar kasto ay ummaddu lumayso amarna mutrafiiha baa la yidhi fafasaquu fiiha, ahlu tarafku markay soo tiro bataan waa marka maxay? fafasaquu fiiha baa xigta. laakiin almushkilaat baa ragga soo saara, dhibtaa soo saarta dadka wax dhaliya. walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa dadka waxa u imtixaan badan buu yidhi alambiyaa ashaddu nnaasi balaan, wuxuu nebigu ku tilmaamaynayiin alambiyaa uma lamhalu falamhal, siday alle ugu sii kala dhow yihiin ayuu kale imtixaan badan yihiin. idan imtixaanaadku mar kastoo ay soo tiro bataan waxa ay tilmaamaysaa dadkii safwada ahaa inay soo kobcayaan amase ay soo tiro badanayaan. waxaan leenahay waxyaabaha badan ee tilmaamaya soo noqoshada dadka muslimiinta waxaa ka mid ah annumuwa demograafi,
badashada ay badanayaan tirada dadka muslimiinta ah qadiyada tan anigu waxaan ku tilmaamayaa inay tahay waxyaabaha sheegaya inuu muslimku soo noqonayo waya muslimiintu dunida waxay ka mid yihiin dadka ugu tirada badan le maanta xagga kobaca marka laga eego ولذلك مثلا تقرير كان هذا صوت الماما وحلقت الماما مسلمين تو إن إمرأة يكون سجال بغلية ليه سجاشن كي إن كبدا هل بليون أفر بغل لبي يسديت مليون يعني almost إن كل دو 1.5 بليون و 96 كي كبع عودنا وحو أهابال ليه بغل كي 6.1 يعني لح دبع بقول كي ببي كوبعي تام عنا يدو حويان اول وحي هايان افر تي قفة دوني دو كرمرا يبا مدبا مسلمها هدا وحي كسي دوانيا صدح تي قفة كستي دوني دو كرمرا يبا انو ميد النقضة مسلم بي كسي دوانيا نمان كان رير قلبات ترادا مسلم كاين لا يرأيو اردق ان كستو لغو يرأيو كارو لغو يرأيو كتالقالي ولذلك با وداد كودي فكره دان لا يداهدو تحديد النسلكه يا ددك تيردودا ان لا يريو وخا بلاباي وداد كريستانا او توماس مالتوس لا يداه ما ها فكره ساينسي هنا يا وخا كاتيمي وداد عادي او كريستانا بلاباي او رميسنا ان لا غورسنين او وخو عقيدتيسا وخا كميداي او رميسنا كوارث الدنيا كدعدا بلدو ماركاي دعدا بو اورن جيره وان حريص الهي ماركا لا يداه واي وخو ليه ددكي با لا يرينيا waye marka la yiraahdo wuxuu leeyahay arsaaqda dunida taala dadka kuma filan marka haday si bataan way ma gaadayso marka dadku marka balaaya ku dhacdaba ilaahay baa u naxariistay buu leeyahay inta dambe inay noolaato waa wadaad la yiraahdo Thomas Malthus oo hore oo qarnigii 17aad noolaa oo Mareyka reer galbeed ah afkaartiisa waxa ka mid ah in la guursan dabeetana wuxuu lahaa guur la'aantu waa qadiyad xoojinaysa in dadku ay tiradoodu yaraato aragtii abu rumaysna marka dadka tiradiisii ay kala badanayaan wax allaaliya waxa ka warama binaadamka in tiradiisa la yareeyo maanta saynis lagu sheego dham odaygaas ka sheekha odayga kristanka ay wadaadka aha ayaa u sheekha wax allaaliya waxa cid wax qorto dham isaga u marjucay u noqdaan dadku marku batayna saaqdu yaraan isataayada ku tala gelin waayo nas quraan aad adigu haysataa ilaahay muxuu quraan ku tilmaamay dunida marku dhisay wa qaddara fiha aqwaataha ba ilaahay isaga jaan gooyay wixii la cunayay inay ilaahay uu ku jaan gooyay tusaale maxay dadka gafilan kobaca bini aadamka bay dhaadeen iyo futuuxaadka cilmiga ilaahay u furay inta badan way wada socdaan wax soo saarka bini aadamku inuu dabal garoobo iyo tiradiisana ilaahay uu isku xidha waxa laga yaabaa hal hektar oo dhul ah waagii hore 10 qof ku nooleyd maantana waxa laga yaabaa Hargeysa oo dhameeyay inuu lagu nooleysiin karo yaani technology baa horumaray hektarku waa hektarka dhulku ma weynaanin laakin qaabka product looga soo saaray ama wax looga soo saaray ilaahay futuux cilmiye binaadamku siiyay oo waxa kan idan waa wada socdaan waxan ilaahay baa wada socodsiiyay waxa si fiican u sharxay ugu noqo mawduudi tahdiidu nasal kitaabkiisa la yiraahdo rahimahullah qaadada yani si fiican buu ugu sharxay waxaan leenahay iyagu aragtidan bay rabaan inay naga dhaadhiciyaan oo ah midalan waxay yiraahdaan waqti dhow ama 2030 markay taariikhdu marayso waxa la filayaa bay leeyeen carabi inay 100 milyan gaadho 400 milyan inay gaadho yahuudana waxa la rajaynayaa bay leeyeen 15 milyan haato 400 milyan bay qolana qonaysa qolana 15 milyan bay noqonaysa idan waxaan leenahay waa qadiya waadixa demografiga inkastoo muslim maanta la leenayo oo dhulaad u tira badan leh lagu leenayo haddana waxaan ku tilmaamaynaa inay wali رجاء ذو بدن اي كم موقته واي تلمام يسو مستقبل في عنين وصو سعودة مجتمع مسلم كام ودى مسلمين تاه فحن قالوا لنا وحشي غي مستقبل وينين إلي موقع استراتيجي غي كنو لي إلهي وحدة جي دولك حدون تيسي موقتين اي مكي تهي دوني دا يابي سداء دولك انجاجين اللي قنو لي هاي سنتر كيد مكاة yaani marka la yimaado dunida oo dhan oo bad iyo bariba la isku daro meel kala ah laakiin marka ay noqoto inta yaabisada inta engegan ee binaadamku ku nool yahay marka uu santara caalamul islaami wuxuu ku yaalaa bayda xudunta binaadamka wuxuu ku yaalaa dunida mawaaqicda ugu istaraatiijisan aan ciidana ka maarmi karin ummad mustaqbal binaadam hoggaaminaysa kama maaranta bay leeyeen mantaqada muslimku degay inay xukunto waxyaabaha tilmaamayeen muslimiintu
مستقبل في عيني لين وحكم إذا بيلين إن رجع الدنيا ده يعني الدنيا ده وحنا إيمان تيسوقه هنچ بيسير الشدة عليه وحلا شعور دمي إلهي إنت يجو فديان وبهوس ليك إن رجع الدنيا ده دمي إنت هداي بيلين مركب بتروليوم كي وحنا لقى حساب تما وخليج كا يدول كير مسلمين تراشين كا كسوقاي وإنت يجو فديان وحتى كسي درن بيلين إن رجع ده وقف عن ما إنت الدنيا ده للرجيني إن لاستعمال دونه وعد عدة dunida inta ugu kulul la yagaa degan bay dhahdaa oo adii kan laga talaababay leen erjiga kale loo talaabay waa cadeed waxay degan yihiin bay leen dunida dhulka 12 bilood ba la beeri karo waxa la inagu gumaystaa maxay hadda yurba cunna dunida siisa soomaaha 3 bilood baan wax beertaa 3 bilood dad wax beertaa dunido dhan raashima oo waliba ku gumaystaa dad 12 bilood wax beeran karaana wali way gaajoonayaan dee way dad la yiin may gaajoodeene waxaan leenahay dhulka ay degan yihiin wuxuu tilmaamayaa mustaqbalka dunida inay waxyaabaha sheegaya in iyagu mustaqbal weyn dunida ku leeyeen waxa ka mid ah xadaraadka dunida yaalla maanta bay leeyeen waxa ku soo socda iflaas ama way kacayaan oo say u kacayaan waxay ka kacayaan bay leeyeen wixii bini'aadam dhisi lahaa oo dhan ولذلك حضارة الرير قلبيد مثلا وحيلين استيل كيبا قبطي يقوها انت دا قبطا له وحقبطي ادمان يا ادكشن يا وحي بخدرات العبي وحقبطي خوا روحي دتك يدين لانين تكون عدي وحي دونان بعابدة وحقبطي بالا دها دتك والد قبطي وحقبطي بالا دها دول الرجينين وقصوص عدين انهيار اقتصادي داد مينيس ماشي علينا نقواش ودور نصور نغلية لكن واحد تلمام يا لبا خط بايسدين على الصعودة ومد مستقبل وقصو الصعودة وارك هيسا هذا واحد خمسان سينا مستقبل هيساته يا ومد خدمة دو بيوصو الصعودة وارك هيسا هنا القمة دي هدت شوكتو لكن حقه وصعودة وياهي هو بتكونوا وياهي دانك كلاو تشيدو يعني ولا بخط ومدنا حقه وسعود بلابي مدنا وبلابيو دادك وبلابيو ولذلك بقى قويهم كودا ان بدنوا كم دي وحي تلمام يعني اني بابايا لكن حاسد ما يقبان قار كم دي وحي ربان اني دادان دوني دا ترتر ما يسوا that's why وكي مرايكان اندير كها چبانيس كها معو قريبوك يو بحيي the end of history وامحي وقب قب دي تاريخ دبو لي محو قب قب دا تاريخ دي وشيغي وامحي وحو لاي حضارة دي يوروبات كيوس الرئيسي قاد دي يوروبا سوا بابا اسيا مرايكان كا دوني امر كامت شري سيبولي دات كو وضا دي مانايا وحو ربعينو ايدا دا يقو دمان دوني دون بابا اسا مركا وين لايدا ها تاريخ قوي حد ميسا وحين لان اي تاريخ حد ميسا بنا دا ميشا كما موغطو اي وحا كما موغضا ان واقع اسبدالي وحين لان اي وحا صور دمي واق قضايات كي استراتيجي اي يقو دليشان شرين هدينو دبغو نقونا waxaan leenahay nusuus kitaabka iyo sunnaha kamid oo cad ba jirta oo tilmaamaysa ummada muslimiinta mustaqbal weynayn oo dambeeya koow waxaa ugu filan inaan in yar ka soo qaato Allamati al-Albani rahimahullah kitaabkiisa la yiraahdo al-hadith as-sahiha silsilat al-hadith as-sahiha waxa uu ku bilaabtay baabka koowaad ee silsiladiisa uu ku bilaabay يعني كتبت علماء حديثي ومصطهد يقول إنما الأعمال بالنيات يا حديثنا عاتك بلا بشري شيخ الألباني سيو كتاب كيس السلسلة الله يراه باب كواد وحو بحياء المستقبل للإسلام دابا تنوح كب لو شن حديث وموضوعك والرمية شن حديث وموضوع سك والرمية حديثك كواد وحو التعقيب يا ما حديثك سيوح الشرح يي آيات القرآن إلهي إليه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وحي لأن أي آية داسي الله بشر سورة التوبة هي سورة الصف بنسها كتالة سورة الفتح هي تعقيب بدلية كتالة أنا رك الروي رأس دحشر بمكة القرآن كتالة أي نبي أخري عليه الصلاة والسلام آيات دتن عائشة سي فهمتي دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام بفهم كيدي وهجاتي نبي وحود عليه الصلاة والسلام لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى
حديثك صحيح ومسلم كوكو يالا يا غير كيبا هبين يا مالتو دمان ما ين لا لا تي عزل دي بلو عابده عائشة مركا واحد تلي إلهي رسول كيسية وحن أم ليني مركي إلهي سودة شيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام إنو دماضي وان وقت دم بحرين تبتنى النبي حقود عليه الصلاة والسلام إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. شيخ الألباني حديث كان يا حديث كلا انتو شقا يوحود لشنية شانس كانوا نبغوا التلمام يا أبو لي عليه الصلاة والسلام ولو وحر وقت جاء يدنا يشيغي سيبو لي ولي هرو ميدعين إنك استوى إلهي سبحانه وتعالى السلام كوقر قاضي أو وقت بدنا يدوني دكسوة تلين إلي صامرتي بدليل الحديث الأخرى أبو لي نبغوا عليه الصلاة والسلام حديث كلا صحيح مسلم كي الله وحوت المامية إن الله زوى لي الأرض إلهي بردو الكورداني كل ميي دبتنا وحان أركيبو نبغو لي بريئي قلبي كيدبا ملكي أمد دايدو نوحو قاري دونا أبو نبغو لي ما زوي لي منها انتي لي فيدي يعان أركيام انتي لي كل ميي يعان أركيبو قاري دونا حقيقة وحاينا نوالي وده قارين دوري دوردن إذن وقت دوري دوردن دعلي لا دعلي قاري يصوص عدا وحاو نبغو شاقي عليه الصلاة والسلام حديث كصدح هذا البانو سلسلة دو كود لي شنيه ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار نبغو حلي عليه الصلاة والسلام أرك نوحو قاري دونا انت اي هبين يما لنبا قارا يعني دوني دور نبو وده قاري دونا ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين إلهينا سبحانه وتعالى قرنا كما تغيو مد مي كوياليا مد مقالا كوياليا ميل كستبا قري كستو دوني دا كتا الله مرأي دين تو قشابي قاري دون دا بعز عزيز أو بذل دليل بنبو كتل المام عليه الصلاة والسلام عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر إساقو إلهي سبحانه وتعالى إسلام كو عزين يدراد